السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة أخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. أولا أنا سعيد أن أنا يعني أطمئن على أن الغرفة جاهزة أنها تدير أي أزمة، وطبعا أكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر أن هو يدير الأزمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الازمه، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطه على يعني بشكل متكامل مع الغرفه المركزيه بتاعه اداره ازمات الدوله اللي موجود في القدر الاستراتيجي ده. بالتالي يبقى احنا النهارده والاول مره عندنا اتقن إدارة أزمة على مستوى كل محافظة. أنت بتقول عليه حدث، وهو حدث أو أزمة يعني، وبالتالي إحنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي والربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. ما يعني نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصه بالمحافظه، بتاع المرافق الصحي الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه ثانيه، انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات. كل المحافظات يا فندم، وجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. اللي احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج في غرفه إدارة أزمة متحركة. تمام يا فندم. يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربية دي بترافقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض، ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي إحنا عملناه ده، وسعيد بإن إحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور. وأنا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة، فيما يخص أعمال المحافظة اللي بتقوم بها الأعمال اليومية. وأنا بعلن ده عليكم إن أنا إن شاء الله خلال شهر أو شهرين، بديكم شهرين أهو فرصة، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظة معدات مثلا 400 معدة 500 معدة انواع، بين عربية وبين عربية كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات اخرى. الحاجات ديت انا بديكم شهرين عشان ما اظلمكمش. بعد شهرين انا هطلع لجنة تتفقد ده بدقة، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن ان هو يرفع كفاءتها
بشكل وانتبهوا، احنا بنقول الكلام دوت. انت عندك ادوات في المحافظه وعندك شركات في المحافظه، في كل محافظه حسب ظروفها هي قادره انها تعمل التامين الفني ده بالاضافه للعناصر الفنيه اللي موجوده في كل محافظه. تاني، اذا كنتوا عايزين تديروا عملكم في على الميدان بكفاءه عاليه، لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعه. عندي 100 معده، يبقى ال 100 معده صالحين. مش بس كده، انت عندك في قطاعك محطات ميه، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل الساده المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهارده عندك في المديريه، مديريه الري، مديريه الزراعه، ومديريه الاسكان موجوده عندك في المحافظه. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات ديت ترمباتها اللي موجوده في المحطات فنيه جاهزه وبأعلى كفاءه ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطه معالجه بتشتغل ب 50 ترمبه رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني مره ثانيه، انا سعيد جدا بالتجربه، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليه. مره ثانيه انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. ميعادنا بعد شهرين، ميعادنا بعد شهرين. كل عناصرك الفنيه وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدوله عنه. شكرا جزيلا، سلام عليكم. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل. عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ وافتتحت خط بارليف. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، والذي يعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث. وتقدم الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة رمز البسالة والتحدي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيى الوطن بالرحمة والمغفرة. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. وعلى صفحتها بموقع فيسبوك صرحت السيدة انتصار السيسي بأن هذا النصر يمثل لحظة تاريخية لا تنسى، وأضافت أن أبطال الجيش المصري جسدوا فيها معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع في الإفراج بالعفو تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة.
التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، وفي هذا السياق وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 417 لعام 2023 بشأن الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلا احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، عقدت لجان العفو المختصة اجتماعاتها لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين والمستوفين لشروط العفو، وانتهت إلى الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، وهو ما يعكس رؤية إصلاحية متطورة تنتهجها وزارة الداخلية منذ إنشائها مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية فريدة في التأهيل والإصلاح والرعاية. نتاجها كان التوسع في الإفراج بالعفو لإتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة. بشكر الرئيس اللي هو يعني مشانا في عفو وادانا فرصة ان انا يعني امشي في حياة جديدة، ومبسوطة وفرحانة ان انا طالع لعيالي وبيتي تاني وهبدا حياة جديدة. حاجة كويسة ان في عفو الناس بتمشي، وان الرئيس السيسي بيدينا فرصة ان احنا نبدا حياة جديدة، ما اللي احنا العدى ما نجيبوش تاني. فرحان ومبسوط عشان انا مروح في عفو السادس من اكتوبر، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا وعلى المعاملة الأدمية اللي الناس بتعامل عنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. أنا بشكر سيادة الرئيس جدا إن هو عمل لنا عفو 6 أكتوبر وطلعني إن أنا هطلع في وسط مامتي وإخواتي من تاني، وبشكره جدا جدا جدا. أقيمت احتفالية بالمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الرئاسي الذي فتح لهم باب الأمل في الحياة والفرصة للاندماج في المجتمع بعد أن تم تأهيلهم وتقويم سلوكياتهم وفقاً لبرامج إصلاحية متطورة تراعى فيها معايير حقوق الإنسان، سواء في الإصلاح أو في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فرحانة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه هو عمل لنا العفو، وفرحانة إن أنا أخرج بابني وأخرج عند أهلي. في عنبر خاص بالحضانة، وحضرتك إحنا قاعدين في الحضانة وبيلبوا لنا كل طلباتنا وبيجيبوا لنا لبن للأطفال وعاملين لنا الترايد تحت ليهم ألعاب وحاجات حلوة يعني كتير، وعاملين لنا شاشة في كل غرفة وسرير أطفال في كل غرفة، والدنيا رعاية كويسة جدا. أنا هنا لقيت هوايتي هنا، أنا في كورال هنا في الموسيقى، يدربونا في آلات موسيقية هنا كويس، معاملة أدمية جدا. إحنا بناخد حياة كريمة للإنسان نفسه، ففعلا دي يعني سيادة الرئيس فعلا موفر كل دوت. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. لحظات من الفرحة والسعادة عاشها المفرج عنهم عقب استقبال أسرهم لهم أمام مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عقب الإفراج عنهم مباشرة. الله يا بحمد ربنا يعني عفو الله وشكره جدا، والحمد لله اللي أنا واستاهل دلوقتي ضحى مصر. نشكر سيادة الرئيس على توزيع العفو، وإحنا بنقول له إحنا متشكرين جدا يا رئيس وربنا يخليك لينا. وبنشكر يعني كل المسؤولين هنا، يعني ما يعني كنا حتى بنيجي في الزيارات يعني كانت احسن معامله واحسن استقبال. والله انا اساسا ما كنتش متوقع ان يطلع النهارده ان شاء الله، ولكن اتصلوا بيا فبصراحه يشكروا، واشكر سياده الرئيس على هذا العفو. شايف ابني الصلح من شانه كتير وتطور للاحسن، وشايف بني ادم جديد وبني ادم محترم، ما فيش احسن من كده حاجه. يعني كلنا بنحبك يا سياده الرئيس، وبنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تطبيق واضح للمعايير الإنسانية في المنظومة العقابية، والتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم هذه المعايير التي تفتح آفاقاً جديدة للمفرج عنهم للحياة والعمل والبداية من جديد.
إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، فهي تجربة تأهيلية وإنسانية متفردة، ومعها كان التوسع في الإفراج بالعفو في المناسبات الوطنية المختلفة بعد برامج تأهيلية وإصلاحية يتم تطبيقها على النزلاء لبداية حياة جديدة. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعرب مجلس النواب عن رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي لا يتسمو بالمصداقية أو الحيادية. وأضاف المجلس في بيان له أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي اليائسة وغير المبررة بادعاء امتلاكه سلطة تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارق حدود أعضائه. وأوضح مجلس النواب أن إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية. وأكد مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، لافتا إلى أن الهيئة سبق وأن أكدت عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع شكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية. انتهت أخبارنا، وإلى خدمات إخبارية أخرى. شكرا وإلى اللقاء.